هلو حبايبنا، تونا وصلنا وعد قاعد يجيب الغراض من السيارة. قعدنا وجايين على هذا المكان الجميل. حبايبنا طبعا اجينا على البحر، جبنا البيتزا والاولاد وقاعدين هنا ومكان كلش حلو. هسه راح ناخذكم جوله بي، بس قبل هذا كله لا تنسون انكم تشتركون بالقناه وتسوون لايك وشير بين احبابكم. شنو اولاد ملتهين طبعا بالاكل، هنا ارسلاني داخل بالسياره نامه، وانا هسه عندي دوخه ما اعرف ليش، وهسه بس نقعد شويه. كنا بالسفينه تقول داخل ما ادري، لان اجينا على البحر داخل، مو ما الجو حلو شكلها، خليها بالبيت. سو حبايبي هاي الحديقه اسمها ليك شور، العنوان راح احط لكم اياه هنا على الشاشه، وتحت بصندوق الوصف اكو بلاي جراوند اريا، اكو هنا مكان كلش روعه. وبعد لازم تمشي بالسياره مده دقيقتين من نام، بعد شويه احنا قعدنا هنا واكلنا وراح نتمشى هناك، اكو بحر الاولاد يقدرون يسبحون. بس تعالوا خلنا اوريكم هنا، المنظر كلش حلو يخبل. هاي المنطقه اسمها نوفي، شلون ما تكون. اوكي هناك واحد والاولاد، خليني اروح واخذ لهم كم صوره قبل لا يجون. طبعا هاي المنطقه راح نخلي لكم اياها وين موجوده، البيوت بيها الجديد البيت ب 400,000 قريب على البحيره. كلش حلوه هاي المنطقه، كلش حلوه المنطقه. شوفوا هاي البحيره وحوالينها البيوت، دائما تسالون ايش قد الاسعار البيوت هاي، فراح تشوفون من يعني نروح اي منطقه راح نقول لكم الاسعار. هاي نوفي اسعارها يعني تبلش من 300 وفوق، واذا كان بيوت بيت شوي قديم ممكن 180 تحصلونه بهذا المكان او بهاي المنطقه. اي والبيوت على البحيره لها سعر ثاني، اكيد لازم نشوف. شوفي وخلي لهم ايش قد، اكيد 600 700 وفوق بعد، وكل ما يعني على حسب حجم البيت. شوف هذا البيت كلش حلو، شوفوا البطه يا الله قاعد تشوفونها، بطه البيضه شنو؟ بعجه يسموها، شنو اسمها؟ بعجه. هاي من وين جايبها بعجه؟ بعجه ولا بجعه. هاي انا، هاي انا، وهذا البحر، البحيره. البحيره ما بيها سمك؟ لا ماكو شو ولا سمكه ابدا، ولا شفنا سمكه. هي سمكايه هاي يزن، هم يقدرون يسبحون. هسه نروح، يلا هسه نروح على المكان، امشوا على المكان الثاني يلا. اذا الحبايب بالتقليل المكان الثاني اللي هو الليك شور بارك، اللي كله بيه بافوليان شور بارك، والمسافه تبعد بين المنطقتين تقريبا دقيقتين بس بالسياره، وهذا كان الطريق لما رايحين على المكان الثاني. فمن وصلنا قبل أن نوصل الأولاد غيروا ملابسهم بالسيارة. هذا الباركينج هنا، وهنا أكو تانل نفق يطلع على البحر اللي هو البحر، شوفوا أو البحيرة سوري، هي هذه ليك شور بارك، وراح نتخلص منها. يزوني يزوني اليوم دايخ عندنا وراسي عورة. أولد مان كومينين، أولد مان عجز يقول هاي أنا. ها شنو هنا؟ نايس، ما كنت اعرف ان اكو نفق هنا، بدل ما الواحد يعبر الشارع من فوق هاي من نايجي. ها اها شكد حلو. ها ماما اتذكر كل ما ندخل نفق حياتي تتذكر من الصرخ. اليوم مؤدب. وين؟ هاي طلعنا من تحت النفق، مكان حلو، ناس قاعدة جايبة غراضها وقاعدين، ناس قاعدة تسبح. هذا البيتشوز، here we go. so اكو هنا رمل، اكو هنا راح نصعد فوق عمود الظلة ونفرش هنا ونقعد وخليهم الاولاد يسبحون هنا. البحر يلا مستعدين؟ يلا يلا روحوا. اي اكو شارك، اثنين شارك قالوا، اثنين شارك، ويحب اللي اسمهم يزن يعبهم. يا ها بطلت تسبح؟ لا ذا شارك ذي كانت باس ذات لاين. يا؟ I'm not dumb. To the line have a rope. اوكي. The shark bite it. اوكي انت الحين ما مبين، هسه بينت. فاز ذا ثرو.
there a shark there or no? انت خايفه من الشارك؟ نعم. اوكي. ماكو شارك، يلا جو. اخذ الابروفل. شوفوا ايلاني ايلاني ايلاني. وهنا عندنا واحد قاعد ينفخها على مود ايلان. راح تطلع روحي. وجايب ملابس السباحه واقول له البس، اسبح وياهم، استانس، شوف قد حلو الاجواء. بس ما قاعد يقبل. شنو هالبرغش؟ برغش؟ مو عسل عسل، الله يسلمك. هو ما يلتم الا على العسل. ما اريد العسل. يلا هسه روح للبحر. يلا. يلا. كم هي؟ تعال. يا جو جو جو. دونت. ما يعرف لها، ما يعرف لها بعده. جو انسايد. يلا جو انسايد فاست، جو انسايد ذا ووتر. وصل المحارب، وصل واخيرا قرر وعد انه يغير يلبس الشورت مالته ويسبح ويا الاولاد. يا هلا اعطيني تليفونك عندي. ها يلا. هلا. قاعد نقولهم وصل المحارب واخيرا غير هدومه وراح يسبح. ما اريد اسبح، ما احب السباحه. يا بس الخاطرين الاولاد. شوف بس هذا المكان اوريكم اياه هيك برا على مود تشوفونه. حلو، صغير، نظيف، بيلعب هناك وبي هنا، واكيد هناك بعد لما نمشي. اكو بوت. يلا اخذ ايلان، لبسته خلاص يدخل يسبح وياك. إيلاني غريبة هذيك المرة البحر كان يدخل، هسه لا يريد ياسي قاعد هنا ما يريد يدخل داخل. طبعا لبست حفاظة، حفاظة ضد الماي للأطفال. You like it إيلان؟ أرسلان؟ طبعا على ما هم يسبحون أنا قاعدة على تيك توك، وصلنا 200,000. واو شكرا كثير لكم. قاعدة أقرأ تعليقاتكم اللي وصلت، خلينا نشوف شنو نوع السمك او اسمه بالانجليزي. بس راح ارد على كل تعليقاتكم اذا الله رد. هذا الفيديو ضحكنا. شوفوا ها، تابعونا برومي روز على التيك توك. وهنا الجماعه راحوا كلش بعيد. هسه انا مسويه زوم طبعا، هسه لو ارجع الزوم شوفوا وين راحوا. طبعا منو مثلي يحب يجي على البحر بس ما يحب يسبح. انا كلش ما احب اسبح، احب اقعد بس يم البحر هناك القعده مالتنا. واباوع لهم هاي كنت اردن على تعليقاتكم. خلصنا. شوف هذا اللي وراهم قاعد تشوفون اللي قاعد يسوي. حلو. حياتي سؤال، لما كنت صغير كنت تحب تسبح؟ ها ايش معنى هسه بطلت يعني؟ ما ادري. على مود تمسك ايلان وتسبح وياه؟ لا لا انا سبح الخاطر ايلاني. اي قاعد يدردم علي. ايش قاعد تقول ايلاني؟ ما ادري. لا كنت اروح السباح. وين تسبح؟ كنا بالكويت كنا نروح للمسبح وعلى البحر. بس مره من كنا صغار يمنا البحر. اي وين كنا؟ بالفنطاس قريب على البحر. اي يعني قريب علينا 200 متر. اوكي. زين وشون موج عالي. انا كنت صغير واخواني كلهم يلا يلا موج كلش قوي ما نفتهم يعني. انا ويا اخواني هم ما ادري شلونهم والله العظيم. اي طبعا ماكو تجي وتخبزني موجه. اوف اريد اطلع بالقوه اللي طلعت والله. واخوانك؟ اي هسه اتذكر. واخوانك؟ اي هم هم يمكن 10 سنوات مع السنة أكبر من عندي يعني هي. إيه. زين. بس كل موجة خبزتني. ومر. يعني تطير ويا الموجة وتنزل. أنا كنت ماكل موجة من أنت هنا. إيه. ومن تجي للشارطة خبزك خبزة أوكي وتكرفج وتسحبك. أوف. زين إيه بالقوة اللي طلعت قلت الحمد لله الله يحبني. ومرة ثانية لا بالمسبح. إيه. كنت صغير مسوي لي حبل هاي مال اللاستيكات اللي بالايد. ايه مسوي لي واحد طويل وشاده هنا. ايه ما اتذكر. زين عود اشيل انقطع. اوبس. زين بالقمي. اوف. اوكي وبعدين طلعوني هم بس شبعت ماي. اوف. بالعراق اكو بحر؟ شط العرب. تسبح بيه كنت؟ يمكن سابح بيه مرة ولا مرتين ثلاثة هيك مو واحد. وهاي لمينا غراضنا وراجعين على السيارة. وهسه يغسلون شوي بالماي
قبل اروح للسياره. طبعا ايها شوفوا شلون صار. بس اللي جسمه يس طيب بارد للخاولي نشف روحك الدبه بالقاع. ارسلان يلا دورك يلا بوش يا ارسلان غسل. ارسلان انت غسلت يور ليج. غسل رجليك غسل رجليك. ترن 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 يس يلا جو اوت. لا تتحرك بارد ما بارد ما يخالف يلا. نو ماما هاي لا لا نشرب ماي بالسيارة. طبعا هاي سيارتنا من الداخل. انا قاعدة ورا على مود اسكت الاولاد. ذاك المرة جريت عليك قالوا لي اولادك ما هيج عقال. لا مو عقال هم ترى يبكون ويدردمون وهوسه مثلكم تماما. شوفوا وعد شنو وعد هسه يشوف هسه يشوفون يقول شنو هذا منو هذا اللي يمشي بدون ملابس تي شيرت بطة طالعة من الماء. رايحين قلت له خلينا نشوف اذا اكو داون تاون بهنا نوفي ونوريكم اياها نصور لكم اياها. شوفوا هنا هاي وين احنا قعدنا. هاي كملنا سيده بالشارع راح تشوفون هنا هاي تحطون هنا البوتات ينزلون مكان كلش حلو. لا واحنا شنو قاعد اتكلم وقاعد يتكلم ارسلان على اساس انه هو يحكي يقلدني. طبعا واحنا بالسيارة قاعدة اسوي سيرج على منطقة نوفي اللي هي فيها احنا من امن المناطق في امريكا ككل مو بس بميشيغان. يعني كلش حلوة امنة فمعناتها المدارس مالتها كلش زينة. انتوا بعد سووا سيرج بجوجل علشان تشوفون اكثر معلومات عن هذه المنطقة. وصلنا للبيت راح نشوف موفي وهذا السناك سوالنا يا حضرة ايان. وهنا عندنا هلا حبايبنا خلصنا احنا راح نخلص. لا وهاي بيتزا سويتها على السريع راح ياكلون يعني. اي راح يروحون لبيتهم. شو تقول لهم حبايبنا؟ اهم شيء لا تنسون تتابعونا وتشير هذا الفيديو مع اصحابكم. اشتركوا بالقناه ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات قادمه. تابعونا على التيك توك على الانستغرام وعلى الفيسبوك. شوفوا هذا الفيديو كلش حلو زين لان بيه معلومات كلش حلوه على هاي المنطقه. اوريدي ما شافوه خلصوا هسه وصلوا لنهايه الفيديو. ها شافوه؟ ايه لا زوز انت قلتي لي ما شافوه. لا شافوه جذبين علي لعاد وقولي لي بعدهم هاي البدايه. قولي لهم باي 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 باي. وهذا طبعا كلهم هذا يعني شوي خلصنا منه. الحراره فكت منه بلشنا اليوم يزن شوي صعدت الحراره عندي. قبلها كان ارسلان هسه واحد واحد طبعا بالدور. سي باي ارسلان. قول انا زين. قول باي سوي باي. احبكم. بوسه بوسه اعطيهم بوسه. بوسه فلايكس.